دايما زي ما بنتكلم انه احيانا في ناس تبقى شايفه ان انا نازله الشغل مودي في الشغل مش مظبوط، وانا نازل الشغل مش مبسوط ان انا رايح الشغل، حالتي النفسيه مش قوي. مصطلحات ومسميات دايما بتلاقيها على لسان بعض الشباب وهم شغالين في وظائف مختلفه. الحقيقه بكل تاكيد الحاله النفسيه بتنعكس على الاداء الوظيفي والمهني، وممكن الاداء نفسه يؤثر بشكل كبير جدا على المكان اللي احنا بنشتغل فيه. مصطفى، احنا النهارده في صباح الخير يا مصر هنكتب الروشتة النفسيه لشبابنا بايدينا، ازاي تحسن من مودك النفسي في الشغل، ازاي تقدر تحقق نجاحات وتوصل لاعلى درجات الترقيه الوظيفيه لما تحل هذه المشاكل النفسيه. الروشتة دي هتكتبها لنا دلوقتي الدكتوره ريهام حسن، استشاري الصحه النفسيه اللي منورانا النهارده في استوديو صباح الخير يا مصر. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا بيك واهلا بيك. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور، منورانا. الاول انت النهارده انت بيعتبر مصحينك بدري وجاي شغل، مودك عامل ايه؟ لا تمام متقلقوش. طب الحمد لله. نبدا بقى مع بعض. يعني شفت بعض التعليقات، في ناس شايفه ان الفلوس العائد المادي هي اكتر حاجه بتشجعهم ان هم يروحوا الشغل، في ناس شايفه القهوه، في ناس شايفه البيئه المحيطه بيهم، تقدير المدير بالظبط والتقدير. من وجهه نظرك واحنا بنتكلم طبعا عن هنا خلفيه علميه، ايه اكتر حاجه ممكن تشجع الشخص وهو نازل شغل الصبح؟ هو بيكون على حسب شخصيته الحاجه. انا شخصيتي حاجه تشجعني، غيره كل واحد ليه اتجاه. يعني في حد يقول لك الفلوس، في حد يقول لك التايتل، في حد يقول لك انا عايز اوصل للمنصب الفلاني. كل واحد بيبقى له اتجاه، بيكون على حسب اهدافه. انا شايفه ان ده اهم حاجه في الموضوع النهارده بصراحه. انت بيجي لك ناس في عيادتك النفسيه بيقولوا لك احنا تعبانين نفسيا من الشغل؟ نسبتهم قد ايه؟ لا هو سنه اولى شغل تحديدا. سنه اولى شغل هي اكتر ال سنه اولى شغل. الصراعات بتبقى فيها عاليه، عارفه بيبقى خارج من الجامعه داخل على الشغل عنده توقعات مش واقعية. التوقعات بتبقاش واقعية، ما بتبقاش الصورة الواقعية والتعامل مع الواقع فيها تفكير واقعي، لا بيبقى في أحلام، بيبقى في أحلام يقظة عالية، بيبقى متخيل إن هو خرج من الجامعة أنا هدخل هتقبل وهشتغل وهقبض وهبقى معايا التايتل وهوصل للمنصب بالراحة. كل حاجة بتيجي واحدة واحدة، فهي الفكرة في كده. وأحياناً بيكون الشاب أو الشابة عندهم توتر عالي، فصراعات بيئة العمل في أول سنة بتزود التوتر، فبيبقى محتاج يتعامل بصورة أكتر يعني فيها يتعامل هدوء فيها واقعية أكتر شوية. في ناس تخش مود الشغل وهي فاكرة أن الشغل هو الشغل بس، مش عارفة أن مثلا إيه أنت لازم تبقى إيه تبع ده أو تبع ده أو ترضي بالشكل الفلاني أو تعمل كده. هنسميها الكوميونيكيشن سكيلز يعني او الباد كوميونيكيشن اللي هو يعني الظروف السيئه للعمل. يعني تعليقي، شوف حضرتك الشغل ومجال الشغل محتاج شخصيه شغاله طول الوقت على نفسها حقيقي وشغاله على تطوير ذاتها. ومن اهم المهارات في تطوير الذات علشان اقدر اوصل مهاره التواصل مع الاخرين مهمه جدا، لأن بيئة العمل فيها صراعات، فإزاي أقدر أني أنا أتجنب هذه الصراعات عشان أقدر أوصل لهدفي وأقدر أنجح. يعني إيه؟ يعني في بيئات للأسف يعني يوجد بعض البيئات في العمل بتبقى قائمة على الدوافع التنافسية العالية، بيوجد فيها غيرة، فده يقلل من كفاءة العمل على فكرة، يخليك مشتت عن أداء المهام، عن أن أنت توصل لهدفك. فدايماً أقول يا جماعة أنت قدامك هدف، لا تبص يمين ولا تبص شمال، بص لهدفك بس، لا تبص مين سبقك ما تبصش عليه ولا تبص مين اتأخر عنك. حلو قوي. تمشي في هدفك على طول، خلي عندك وعشان تقدر توصل لهدفك
ضروري جدا تكون انسان عندك التزام تجاه نفسك اولا. يعني الالتزام مش تجاه الاخرين اولا، لا، الالتزام تجاه نفسك اولا، ده اول حاجه، ودي اهم حاجه في المسؤوليه. يعني الف ب مسؤوليه هي التزامك تجاه ذاتك. يعني بمعنى ايه يا دكتور؟ يعني حضرتك انا ملتزمه ان انا اعمل كذا، انا ملتزمه ان انا الساعه الفلانيه ابقى كذا، انا ده التزامي قدام نفسي انا، مش قدام المؤسسه او قدام مديري او قدام بابا او قدام ماما حتى، او لا. فالتزامك تجاه نفسك اولا، وبعد كده المثابره. ليه؟ لان احيانا الهدف قدامك تلاقي نفسك في الاول متحمس قوي قوي، بعد كده تهدى تخفت، بعد كده تبص على الهدف تاني. طب ما هو انت ما كملتش الاولاني. بس ده بيدخل فيه دكتور احيانا مبررات، طول الوقت مبررات. انه اصل المدير مستقصدني، اصل الموظف الفلاني قريب مش عارف مين. احيانا بيبقى فيه مبررات، وفي بعض الاحيان بالمناسبه بيكون مبررات حقيقيه. التعامل ازاي في بيئه عمل زي دي؟ دي اول حاجه. تاني حاجه فكره الشخص اللي طول الوقت بيطلع مبررات، رمي شماعات، هي بتتقال كده، رمي شماعات على الاخر، وهي دايما كده، اللي هو ما هي دي بقى على فكره مشكله في المسؤوليه نفسها. المسؤوليه تجاه ذاتك تخليكي تسالي نفسك الاول، وبعدين بتعملي اللي عليكي الاول، وماشيه بالتزام وبالقوانين واللوائح بعد كده للشركه او للمؤسسه. خلاص انا عندي مدير مثلا بيركز قوي على التفاصيل السلبيه طول الوقت طول الوقت، وانا حد عنده توتر عالي، فقول لا، تركزي على مهامك اليوميه، تكتبيها في ورقه تحطيها قدامك، هي دي التفاصيل السلبيه اللي هو بيتكلم فيها. وهتلاقي بيتكلم، هو هتلاقي الاتيتيود بتاعه كده، هو مش قاصد بيه انت، هو الاتيتيود بتاع المدير نفسه بيبقى كده. فانت وقتها تتصرفي ازاي عشان تقللي من التوتر؟ بتبصي على مهامك اليوميه، اكتبيها في ورقه وحطيها قدامك، وده اللي تشتغلي عليه على طول. طب ومن خلال خبرتك وتعاملك مع الناس، امتى الواحد بيبقى زي ما بيقولوا كده بالبلدي يعني جلده سميك، يعني خلاص بقى كل الضغوطات النفسيه دي لا تؤثر فيه، هو رايح يشتغل ويمشي مش دعوه بحاجه ثانيه؟ ما هو الضغوط النفسيه دي هي مش بتاثر بيها، هي ازاي انا بتعامل معاها. هو طبيعي ان انا لازم، هو لو انسان ما عندوش الامكانيات والتولز، ما عندوش الادوات للتعامل مع الضغوط، لا هيتعب. طبيعي يتعب، يا هيكبت يا هيعمل ازاحه، فيروح البيت يتخانق يعني مع مراته، او لو شابه هيتخانق مع اصحابه، او فلا يعني هيتاثر بالضغوط، وضروري جدا يكون عنده الادوات ان هو يتعامل مع الضغوط. طيب دكتور، حضرتك بتقولي ان يمكن اول سنه شغل هي بتكون اصعب سنه. بس انا هختلف معاكي في النقطه دي. انا وجهه نظري انه بالعكس، كل ما السنين في الشغل عدت، او كل ما التايتل او المنصب كبر، كل ما الضغط بيزيد والمسؤوليه بتزيد والتوتر بيزيد. وده لو كان شاب بعد كده بقى مسؤول عن بيت وعن اولاد، فكمان الضغط والتوتر بيزيد. ده جانب. الجانب الاخر، هل صح انه الشخص يخرج من شغله ياخد معاه مشاكل شغله البيت؟ لا شاب ولا راجل متزوج ولا سيده متزوجه، والموضوع ده يا جماعه بيبقى صعب جدا. لازم نفصل. والمشكله هنا على فكره ان لما بتكوني في بيئه العمل، الفكره انت اتجاهك فين؟ هل اتجاهك هو حل المشكلات، ولا انت شخصيه انفعاليه واي حاجه بتقابليها في الشغل بتاخديها على انفعالاتك على طول؟ هي دي الفكره. فانت لو شخصيه انفعاليه وبتتعاملي بانفعالات مع المشكلات والضغوطات اللي بتبقى في بيئه العمل، لا هتخرجي بيها البيت، مش هتعرفي تفصليها كده. فهي الفكره ان انت اتجاهك في بيئه العمل هو ضروري يكون قائم على انك قادره على حل المشكلات، قادره ان انت تعرفي كيفيه اتخاذ القرارات، ازاي بناخد قرارات،
فمن هنا الدنيا بتبقى هادية شوية. طب حلو قوي اللي قلتيه، عاوزين نكتب روشتة لكل شخصية من الشخصيات دي، من طبيبة نفسية متمرسة قابلت ناس كتير جدا كان عندهم مشاكل في الشغل، كل شخصية من الشخصيات دي والحل المناسب نفسيا ليها ايه؟ ان هو اول شخصية السنة اولى شغل، او اول شخصية الناس اللي بيكون عندها توتر وقلق عالي، الناس دي ضروري جدا ان هي يعني تحاول ان هي تحدد وتنظم، يعني التنظيم حتى لو بتكتب، يعني يبقى معاها نوتة وبتكتب، تكتب المهام اللي وراها، علشان التوتر والقلق احيانا بيخليه ينسى، بيخليه يوقع مهام ينساها، فضروري ان هو يكتب. بس هو اهم حاجة عندي بيئة العمل للشاب وللشابة هو ان هو يبقى عنده هدف ملتزم بالزبط. تجاه نفسه وملتزم ان هو يحققه، عنده هدف وعنده مثابرة ولا يحيد عن هذا الهدف. ايوه ده اهم حاجة، التزام ومثابرة، استمرارية، نجاح. صحيح. دي نقطة مهمة يمكن كمان يا دكتور، فكرة الالتزام تجاه نفسك. أيوة. دي مهمة قوي، لأنه دي الحاجة الوحيدة اللي مش متغيرة، باقي العوامل هي عوامل متغيرة مزبوط. ما نقدرش نتحكم ده فيها مزبوط. لكن أدائك أنت، شغلك، شخصيتك، دي الحاجة الوحيدة اللي أنت تقدر تتحكم فيها. أنا بشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر دكتور ريهام حسن، استشاري الصحة النفسية. شكرا لك. أهلا. شكرا جزيلا دكتور.